أيام قليلة سلمى ويبدأ العام الدراسي، يمكن الشغل الشاغل الأول اليوم للأهالي هو افتتاح المدارس والمخاوف بخصوص الأطفال والطلاب. أسئلة كثيرة اليوم عن السلوكيات الخاطئة اللي ممكن يتصرف فيها الأولاد لامتناع انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان. رح يجاوبنا عليها الدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب البشرية وأستاذ بجامعة دمشق عفوا واختصاصي في جراحة الأنف والأذن والحنجرة. يسعد صباحك. صباح النور، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني خلينا نبلش هيك من المخاوف اللي يمكن موجودة عند كل الأهل اليوم. العودة إلى المدارس، كثير من العالم متخوفة من العودة، نحكي شوي عن الواقع كيف رح يكون أثناء عودة الطلاب للمدرسة. الحقيقة الواقع مو بس ملقى على كتف الوزارة والحكومة، يعني أدت بعض الإجراءات وقدمتها للمدارس، بس هذا لا يكفي. الطرف الثاني هو الأهل، يعني الأهل تماما لازم من اليوم يبلشوا يوعوا أولادهم مهما كانت الأعمار، وخاصة الأعمار الصغيرة، إنه أهم شيء إنه يبتعد عن رفيقه، ما كتير يكون نزقان فيه. إذا بنقدر نقنع يحط الكمامة بيكون كتير منيح وبيلتزم فيها من أول دوام لآخرها، وهي أول نقطة وأهم نقطة. ثالث شيء تغسيل الإيدين، يعني إذا فات على يغسل بالحمام أو شيء لازم تماما يلتزم إنه يغسل إيديه. مع الأسف أنا بتصوري مو كل مدارسنا مأمن فيها المي أو مأمن فيها الصابون اللي بيقدر الواحد يغسل فيه، فلا مانع من الأهل إنه يحطوا مع الطفل علبة معقم أو تاتش أو أي شيء ممكن انه يعتمد عليه الطفل بعد ما يدخل على الحمام او يخرج يغسل ايديه او يمسح ايديه بهي، لانه مو معقول اذا ما وجد ماء صابونه او مي كافيه انه يضل طول النهار بايديه اللي كان ضمن الحمام، وينقل هالجراثيم الاضافيه الى رفقاته او حتى مدرسينه. فاذا علبه تاتش موجوده لا باس فيها، كمامه اضافيه اذا قدرنا كمان نحطها، حتى اذا هذيك توسخت او وقعت على الارض يكون عنده كمامه اضافيه. الوعي انه تماما ننبه انه ما في داعي انه نبوس رفيقنا، ناكل من نفس السندويشه، نقرب كثير عليه بالبحه او حتى بالصف. نتمنى من الاساتذه انه يكون عندهم قدره انه يبعدوا شوي بين الطلاب بالصف، يعني ما يكون الصف متكوك دك فظيع بحيث انه ما يكون في عندنا اي متنفس. لا مانع، وانا بتصور الافضل انه نفتح الغرف، شبابيك الغرف، النوافذ، تكون الصفوف كلها مهوات، الطقس الان بيساعد، لسه ما عندنا برد انه نخاف انه في برد، ضروري نفتح لانه الهواء المتجدد بيطرد الفيروسات وحتى الجراثيم. هو الفيروس بينتشر اكثر ما يكون في الاماكن المغلقه. صحيح. بيكون قوته اشد وبقاؤه اكثر، اما اذا فتحنا وصار في تجدد في الهواء ما هذا ما بيقضي على الفيروس بس بيخفف من تواجده أو من فوعته. يعني هالأمور اللي نحن إذا قدرنا نحكي فيها، هلأ الأكبر عمرا نحن أقل خوف أنا عليهم لأنه هن أكثر وعي، يعني تبع الصف الثامن والتاسع والعاشر والحد عشر، يعني بتصوري عايشين المشكلة وعايشين الكورونا مع أهلهم مع العلميات العلم إلى آخره، فبتصوري أكثر تطويعا أنه يحطوا الكمامة، يبتعد عن رفيقه، صار يعرف مخاطر إصابته بالفيروس، شاف بعينه بعض رفقاته أو بعض أهاليه كيف عانوا من الفيروس، ومع الأسف قدرته على استيعاب الشيء الغلط والصح تماماً أكبر، وشافوا بعض الوفيات أو سمعوا عنا، يعني أكثر من طفل صغير عمره 4-5-6 سنين. يعني بالنسبة له الكمامة كمامة وآخذها بالنسبة له المدرسة لعب. صحيح. بالنسبة يعني له أنا انقطعت المدرسة من شهر 3 آذار جاي ألعب، جاي انبسط مع رفقاتي، لا الفهمان كورونا ولا اللي فهمان هلا في كثير يعني دكتور في كثير مخاوف عند الاهالي بخصوص افتتاح المدارس. عم نشوف مواقع التواصل الاجتماعي في اراء كثير مختلفه، في ناس عم تقول بما انه الاولاد بالشارع وعم يلعبوا عم يروحوا مشاوير، وشفنا الصور على البحر في عجقه، انه خليهم يروحوا على المدارس. في ناس ثانيه بتقول لك كثير خايفين على اولادنا وما حابين نبعتهم. انت كدكتور كمان كان لك راي حول افتتاح المدارس وحول هي المخاوف بخصوص انتشار كانوا عم يلعبوا طبعا كورونا. هذا مو صح وقت عم يلعبوا بجماعه، بس كانوا عم يلعبوا بالفلاء بالخلاء، يعني بضل نسبه تواجد الفيروسات مشتت اكثر، لانه موجود سواء بمسبح او بشيء، بس عندك هواء هون بالصف مسكر،
بيكون مسكر عطس واحد رح يقعد هذا الفيروس. بالمدارس الحكومية عم بيكون في أعداد كبيرة تماما، يعني المدارس الحكومية أعداد أكثر من المدارس الخاصة، ما عنده القدرة على الالتزام، ولا سيما نحن طالعين من حرب والحرب قضت على كثير من مدارسنا، فمضطرين بقية المدارس يلتزموا أو ياخذوا بقية الطلاب اللي ما عاد صفان عندهم مدارس، فهذا زاد عدد الطلاب، وطالب قاعد بجو مغلق، فلذلك عم شدد أنا على فتح الشباك، بس طبعاً فتح الشباك مو متى وقت أنا بكون قاعد بالفلق. صحيح. بضل هنيك أفضل، فبدنا نروح، يعني ما نروح على المدرسة بدنا نروح، يعني لابد إنه نروح ونلتزم نوعي الأطفال بهالشيء، وبتمنى إنه ما يصير تقع إصابات، يعني نحن مع قرار الحكومة، أنا كان لي نظرة إنه نأجل هالطلاب هدول، يعني سعيت امبارح كنا باجتماع، سعيت إنه نوصل رسالة للوفد الحكومي إنه نفتح إعدادي والثانوي اللي هن أكثر وعياً وأكثر التزاماً، وهن بحاجة لفاقة التعليم، يعني بحاجة هلأ نعوضهم وعندهم شهادات. الصفوف الأولى والكيجيات هدول الصغار ما بحاجة هلأ، ما عندهم لها الامتحانات الشهادية ولا شيء، تأخيرهم 15 يوم أولاً بيطمن الأهل وبيشوفوا أن الإعدادي والثانوي ضل منحنى أنا عندي مستوي، ما له منحنى، ما ارتفع، ما عاد في عندي إصابات شديدة مخيفة، صار الأهل تبع أولاد الصغار يطمنوا أكثر أنه أنا الفيروس ما عم يعمل ثورة جديدة، وبيطمنوا يبعثوا أولادهم أكثر، أحسن ما هلأ يكونوا مشتتين، قسم عم يقول لك ما بدي أبعث، قسم بيقول لك بدي أبعث، قسم بيسألنا أنه على زمتك أو مدري شو، إذا أولادك تبعثوا ما بتبعثوا، يعني بتعرفي كيف الشعب دائما خايف على أولاده، ما عن حق لأنه الصغار علميا، مو من عندي بس المعلومة، حتى منظمة الصحة العالمية أكثر ناس بينقلوا الفيروس ناقل قد إيجابي، قد لا تظهر عليهم أعراض، أعراضهم قد تكون متأخرة، بس هن أكثر واحد بينقل بهالعمر بين 4 سنين وال 11 سنة، أكثر واحد بينقل الفيروس عن طريق البلعوم الأنفي، أخذ الفيروس من رفيقه، رفيقه أخذها من أخوه أو من أي مكان، عطاياها ما ظهرت أعراض، أخذها للبيت نقلها لأبوه أو لأمه أو لسته، فهون المشكلة، رجعنا لنفس الدورة، الكبار مرضوا ورجع المنحنى يرتفع، فكان هي نظرتي انه اخي اذا اجلنا الصغار ما بيأثر شيء على العملية التعليمية، 15 يوم انا ما عم بقول الغاء، صحيح. تأجيل، منه بنطمن انه الاعدادي والثانوي ما ارتفع عنا، واذا ارتفع بكون انا بس عندك الاحتمال كيف ممكن النسبة تدريجيا ترتفع او يعني تنتشر بين ترتفع الطلاب، نفس الشيء اذا ارتفعت بس بكون انا محدودة بين ما عدد كل اهالي السوريين، انا بس تعرضوا للناس اللي عندهم اعدادي وثانوي، اما اللي عندهم ابتدائي في معزل، فاذا صار لا سمح الله عندي اصابة صار عندي نص اصابة، هون احسن ما تنتشر عند الكل، ولا سيما انه الصغار معروف علميا انه هن اكثر الناس بينشروا، يعني هن مو من عندي، يعني شغله علميه مثبته، بجوز ما عنده اعراض وهذا اخطر، لانه اذا ما عنده اعراض عم يتفتل بين رفقاته وبين اهله وبين جيرانه وعم يبخ هالفيروس. تمام. فنحن هي كانت الفكره، وبتمنى الى الان يعني ما ضاع الوقت، اذا ساد المسؤولين انه يلاقوا فكرتي صح ويأجلوها ال 15 يوم مشكورين، لا هن عنده رؤيه بجوز اوسع طبعا كحكومه، فنحن بنلتزم بما تقرر الحكومه وبنطلب من الاهالي انه يلتزموا بما تقرر الحكومه مع اتخاذ الاجراءات اللي حكينا عليها، ويعني ناخذ وناخذ بالاسباب، بتصوري الله بيكون الحامي بالاخر ان شاء الله يا رب، الله الحامي دائما وابدا. دكتور، يعني خلال الفتره الماضيه باللقاء سابق لنا من كذا شهر حكيت حضرتك عن اخر الدراسات اللي قالت انه بسوريا خلال الشهر التاسع وبدايه العاشر رح نشهد يمكن موجه اخرى من فيروس كورونا، بسبب طبعا الشيء اللي بنعرفه اللي هو الانقلاب الخريفي الشتوي. نعم. اللي بينشط فيه فيروسات الرشح والجريب وكورونا جزء منه، هل هي المخاوف اللي حضرتك عم تحكي عنها خلال مرتبطة بالخوف من أنه يكون الموجة الثانية تأثيرها يظهر حالياً بالمدارس؟ هو ممكن كثير، لأنه نحن هلأ بمدخل الشتاء رح ندخل بفيروسات البقية اللي هي الإنفلونزا العادية. هلأ الإنفلونزا العادية غير مميتة، بس بتختلط كثير أعراضها بأعراض الكورونا، دي نفس وسعال ورشح وحرارة وهالقصص هاي، فهلا اذا دخلت اختلطت مع الكورونا ما عدنا نعرف هي كورونا ولا غير كورونا الا بالمسح البي سي ار، يعني انا ما بقدر ميز ما كنت شاطر انه هذا المرشح عم يصعد قدامي وهذا مرشح عم يصعد، يا ترى هذا كورونا ولا هذا؟ تماما، هذا ممكن يصير لغط فيه، فهون بيختلط الامور،
وهذا بيزيد فوعة الكورونا. يعني بس ندخل على الشتاء قطعا هو من فيروسات التاجية المسؤولة عن الرشح، أو من ضمن أعراضها المنظومة تبع أنه هي منظومات الرشحية أو الفيروسات اللي بتعمل راينو فيروس، فهي بالتالي ممكن أنه تزداد فوعتها ومع هدوليك يختلطوا مع بعض ويقووا بعض. فهون انا بنصح كمان بلقاح الانفلونزا، طالما لقاح الكورونا لسه ما ثبت انا ما في بيمنع انه اعطي انا لقاح الانفلونزا للناس الكثير صغار بالعمر، اطفالي الصغار والكبار بالعمر اللي بنخاف عليهم. هلا الشباب لسه عندهم مقاومه، جسمهم قوي مع الاسف، رغم انه شفنا كثير حالات وفيات من الشباب، بس هذا اذا ما له متوفر اللقاح ماديا لكل العيله، اعطي الصغار واعطي الكبار، بخفف لي شوي فوعة الانفلونزا العادية، بصير انا بقدر احصرها اكثر واضبط شوي، اضبط كثير اكثر، يعني حتى اقدر اعرف هذا هون ولا هون. في الختام نصائح اخيرة لكل الاهالي اللي عم تتابعونا، تذكير ببعض هي النصائح دكتور. هلا النصائح مثل ما حكينا التوعية الصحية لاولادهم كثير مهم، واول ما يرجع الولد من المدرسة يشلحوه اواعي المدرسة، غسلوها، غسلوا ايديه ووشه، ما يصابون، لازم يغسل وشه لانه ممكن يكون شيء عالي حوالين انفه او عيونه او شيء قبل ما يبلش ياكل او يدخل على بيت افراد العائله. يعني مهم نغير اواعي المدرسه دغري نحطها بالغساله مهما كانت المدرسه معقده. نفس الاجراء اللي عم ناخذه علينا ناخذه على الطفل تماما، وغسل وشه ما يصابون، وغسل ايديه ما يصابون، بعدين تفضل فوت على البيت. يعني هذا اللي بنقدر نحن نحاول قدر الامكان حصر الاصابات، وان شاء الله ما يصير اصابات. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا لك دكتور نبوغ العوا، ولكل طبعا المعلومات اللي عم بتقدمها، نحن بنعرف قد انت حريص طبعا من خلال يعني المعلومات. صحه المواطن هي الغايه. اكيد. شكرا لك دكتور. نشكرك الدكتور نبوغ العوا عميد كليه الطب البشريه واخصائي في الاذن والانف والحنجره على وجودك معنا، ونتمنى يا رب هيك الالتزام من الاهالي والوعي الكافي، مثل ما قلت لقد ما فينا نخفف إصابات، وإن شاء الله يا رب الله يحمي أطفال الجميع وأطفال سوريا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.